مرحبا بكم في فيديو لتعليم لعبة قطارات اندي برينز. نفتح الفتح ويمكننا الفتح واللعبة كأنها تفتح ممكن تحميلها عندي اياها. ليه نفعل هذا؟ نفعله نفعل ستيكي ستارك ونفعل تشغيله هكذا. نكبس كاميرا 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 او كاميرا انا اريدها هكذا ويقول لنا أن نحط عندها الأرض. حلوة قطار. علينا أن نخفف لقد فزنا لقد فزنا بأول مرحلة. ستيك هلا المرحلة الثانية. هلا نحن تحت البحيرة ونحن على الصخر القطار. Thank you.
كنت بسمع ولا مرحلة تانية؟ نحن في حديقة، نحن تحت الأرض حجرية، ونحن واقفين على الحجر الخالي. يا هذا رائع، وين لعبة القطارات رائعة. شاف المرحلة الثالثة، تفعلوا كلي نو نفعلوا جيت جيت نفعلوا سيدي you
فزت في المرحلة الرابعة. نقول كريسك. تفعلوا بكيلك. نفعل شكلك. نفعل له هيك. كما ترون اللعبة حلوة حلوة كتير كتير قوية منيحة، هي بنلعبوا فيها الأولاد الصغار كأنه خرجوا مثل بيبي ومثل الكبار ومثل الصغار اللي بدكم يا كل فيها لعبة حلوة. تعلم من صغير شلون بصير سبع قطار، هي بصير مثل قطار بالعيارات بالأحمر فيه. خسرت في المرحلة. أرجوك قد كان الفيديو رائع معي عن لعبة القطارات، وأرجو أن تروا فيديوهات القسم الثاني منه. باي، مع السلامة.